دكتور، خلينا نتعرف على بعض الاستراتيجيات عشان نتحكم فيها بشكل عملي على غضبنا. أول شيء، إيش هي هذه الخطوات؟ 5 خطوات. الخطوة الأولى، يعني الخطوة الأولى لازم واحد يعني لازم يشوف بحاله، يبلش يحس أمتى عم يبلش يغضب. يعني وهذا إشي بيختلف من شخص لآخر. إيه، بس إنه في عندك symptoms in common، يعني هلا في منهم صغيرين بسرعة، بس مثلا بتحسي جسمك شنج، بس تحسي هيك عم تحوسي ببلش يطرق قلبك، بتحسي هالإحساس إنه بدك تفزي. هو بيبلش أول ما تحسيهم إجوا، بتبلش ساعتها بتعملي ردة فعل قبل ما نوصل على الغضب. اللي هي إيش؟ أول إيش الآن شعرت إن أنا في مرحلة داخلة مرحلة الغضب، إذن ماذا أفعل؟ أي ما هو السيستم، عندك سيستمان بالجسم. نعم. بتعمل شيء بسموه فايت أند فلايت، يعني ردة فعل كأنك أنت بخطر أو بدك تحمي حالك أو بدك تضربه. وعندك سيستم بسموه باراسيمباتيك، وإذا بتاخدي نفس غميق ومن بطنك عمدة ثواني، يعني في مثل كأنه عندك ريكتانجل، يعني ريكتانجل في طريقة، في بتاخد شهيق عميق لكم، تعد كم عدد، مثلا 3 4 5، ترجع بتلقطيهم 4 5، بترجع بتنفسيهم 4 5، ومن المعدة أهم شيء يكون من المعدة، أخذ نفس وأكتب، وكل مرة بتقولي شيء حلو براسك، يعني هو شيء إيجابي، يعني ما لازم تصدق مخك شو عم بيقلك، يعني أتحكم مخك في تفكيري. إيه بالضبط. طيب الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها بدك تلاقي طريقة تفش خلقك ما تطلع الفش بالشخص اللي بوجهك، يعني طلع هاي الطاقة السلبية اللي عشان ما تطلع على شكل يعني غضب. سبور اللي نحن بنحكي ببين علينا عم نعمل وعظة الجمعة، يعني بس سبور كتير مهم، مش ليه أصلا بتشوفيها بالفيلم، بتشوفيهم راحوا على ملعب البوكس أو بلشوا يركضوا، بيروق لك أعصابك، كمان بيشتغل على الباراسيمباتيك سيستم، بتروقي بتفضفضي هالطاقة المحبوسة. وكمان في بعض الخطوات اللي خلينا نقول معنوية أكثر، مش يعني واحد لازم مثل ما بيقولوا بسموه ان هوكينج، يعني يترك حاله من هالاحساس اللي عم بيشوفه، يبتعد، يعني مثل واحد ينتقد حاله من برا، ما يصدق شو عم بيصير، يرجع تو كويشنت، يعني يتساءل ليه عم حس هالاحساس، او يفضفض لحدا بيرتاح له، بتعرف مرة عن جوزه او جوزه عن مرته، او واحد ولد عند امه، بفضفض بفش خلقه من ما تطلع بوضع اجتماعي بتوصل للغضب وبنفوت بشيء، يعني يغضب على شريك حياته، يعني لا بالحكي بس على الغريب، لا يا حرامي شريك حياته، لا ما فهمتوني غلط، اكيد ما كان قصدي، هي الفكره انه تعبير عن المشاعر، بدك تعبري مشاعرك، وقت تعبري فيهم بصير المنطق يرجع.